مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعاية شوطنا السادس عشر الذي يحمل هذه الأسماء ويحمل هذه الشعارات الحاضرة بهذا الانطلاق الممتاز. أبدأ مع المركز الأول ليجد في صدارة هذا الشوط وفي هذا الانطلاق الممتاز في بداية هذا التحدي المميز الذي يحمل هذه الأسماء. أبدأ مع المركز الأول ليجد الطياري عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري يأتي على صدارة هذا الشوط ليقدم انطلاقة الطياري مع المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول والقدوم أيضا، القدوم القوي بهذه اللحظات. يصل شاهين مع المركز الثاني، عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي قادم بهذه اللحظات. المركز الثالث يأتينا الأسد متعب بن سالم بن راشد الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم. المركز الثالث، المركز الرابع هناك الوصول والقدوم من قبل الجارح محمد بن سالم بن راشد المزروعي، وايضا المركز الخامس ايضا سليل محمد بن خميس بن محمد الشدي يصل بهذا الانطلاق الممتاز والتحدي المميز مع هذه الاسماء الممتازه. ولكن عوده الى صداره هذا الشوط، عوده الى المركز الاول، الى الطياري من يندفع مع انطلاقة شعار عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري مع المركز الأول. مع الانطلاق الأول بن هضبان يتقدم الجميع، يتقدم الجميع مع المركز الأول مع الاندفاع المميز. المركز الثاني هناك شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي حاضرا وقادما بالحضور الممتاز على المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول مع الجارح محمد بن سالم بن راشد المزروعي يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع وصل سليل محمد بن خميس بن محمد الشدي يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس طلوع حمد بن سالم بن سليم الاكتبي قادم مع طلوع ومع انطلاق الطلوع وتحدياته الممتازة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود لك يا بن هضبان، يا بن هضبان إلى صدارة هذا الانطلاق، إلى الانطلاق الأول. الطياري، الطياري، الطياري وسلالة الطياري، سلالة الطياري التي تأتي على البداية، تأتي على المركز الأول في بداية هذا الانطلاق. عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري مع المركز الأول مع الانطلاق المميز بالصدارة وبالمركز الأول. ولكن يا بن هضبان، لكن يا بن هضبان الأسماء قادمة، الشعارات قادمة. على المركز الثاني وصل شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي، وأيضا أرى الوصول، أرى القدوم في هذه اللحظات بالانطلاق الممتاز. واصل سليل محمد بن خميس الشدي يصل على المركز الثاني ليتقدم بهذا الانطلاق الممتاز بهذه اللحظات. ايضا المركز الرابع ياتينا هناك الجارح محمد بن سالم بن راشد المزروع ياتي على المركز الرابع والاسماء قادمه والشعارات قادمه. المركز الخامس ياتينا بهذه اللحظات ويتقدم، يتقدم بهذا التقدم هو الشامخ راشد بن سلطان بالعسكور العليلي. ولكن لائحة الألف ومئتين وتجاوزناها ورحنا عنها، خلونا مع هذا الانطلاق الممتاز، خلونا مع هذا الاندفاع المميز. هناك الطياري عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري، ولكن الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو الذي يحمل هذه الاسماء والبدايه مع سليل. ياتي سليل مع المركز الاول ينطلق مع البدايه. محمد بن خميس هنا بن محمد الشدي ياتي على المركز الثاني. المركز الثاني اوه شوف للقادم، شوف للقادم، اول ندى، اول ندى للحسيني. واصل 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 هنا رشيد بن غدير بن سعيد الاكتبي الشاعر، وايضا وصل، وصل ايضا بهذا الجارح محمد بن سالم بن راشد المزروعي. والاسماء، الاسماء قادمه يا اخواني، ولكن البدايه مقدمه هذا الشوط، مقدمه هذا الشوط. هناك مع سلسليل
أو مع سليل نعم والحصيني قادم ولوكون. الله 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 راح سليل راح سليل هنا مع المركز الأول محمد بن خميس بن محمد. الشدي 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 والركض في شدة والشوط في شدة والشاعر قادم الشاعر قادم الشاعر قادم. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة اللحظات التي تحمل المنافسة. الحصيني وارصد للقادم شعار بضبيعة في هذا الانطلاق الممتاز مع عشاقه ولكن الشاعر 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 وبضبيعة. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة. الحصيني الحصيني نزوة 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 السلام سلام يا رشيد يا بن غدير يا بن سعيد. المركز الثاني عشاقه هناك محمد بن عبيد بضبيعة. المركز الثالث سليل محمد بن خميس بن محمد الشدي. المركز الرابع هناك والخامس حتى المركز العاشر ندع على نجد خط النهاية. التوقيت الزمني 6:22 هو التوقيت الحصيني للرشيد بن غدير بن سعيد الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.